فاكرين معلمنا بولس لما قال مفتدين الوقت لأن الأيام شريرة؟ افتداء الوقت يعني يعني بلاش نضيع وقتنا في الخلافات والزعل وده واخد على خطره ودي واخد على خطرها. مفيش حاجة هتتعمل في البيت، لا أكل هيتعمل ولا نظافة هتتعمل ولا هتفكروا تعملوا إيه بكرة، مفيش، كل واحد عاطي ظهره للتاني بيضيع وقتهم، سوري، بيضيع عمرهم. افتداء الوقت. السلام والبنيان يفتدي الوقت، إنها ساعة الآن. معلمنا بولس يقول في روميا 13:11 هذا وإنكم عارفون الوقت إنها ساعة الآن لنستيقظ من النوم. اصحوا، بيصحينا، لأن خلصنا الآن أقرب مما كان حين آمنا. الأيام قريبة، مفتدين الوقت، ما تضيعوش وقتكم في الخلافات والزعل والمجادلات والكلام ده. الإنسان اللي يعيش في وحدانية قلب إنسان هادف مدقق لا يسمح للحاجات الصغيرة دي أن تضيع وقته أو وقت زوجته أو وقت أولاده ونضيعه في مهاترات. يقول لك مررها، ها؟ لا تمررك. ورابح النفوس حكيم. شوفوا السيد المسيح في صلاته الشفعية يوحنا 17 يقول بيخاطب الابن، يخاطب الاب، ليكون الجميع واحدا كما انك انت ايها الاب فيا وانا فيك، ليكونوا هم ايضا واحدا فينا، ليكونوا واحدا كما اننا واحد انا فيهم وانت فيا، ليكونوا مكملين الى واحد. اما تكون في وحدانيه، على فكره حضرتك ممكن تقول للمدام ايه رايك بكره، ممكن هي تكمل لك تقول لك نروح الحته الفلانيه، اقول لها كنت هقولها. فاهمين ازاي؟ في وحدانيه، في فكر واحد. ايه رايك بكره؟ انا كنت هقول كده. في وحدانيه، مش هيصير الجميع واحدا، مش في سر الزيجه، ليكون الاثنان ايه؟ واحدا. اللي منكم شافوا لقاء سر الزيجه نزل على اليوتيوب، يقول لك ايه الفرض في الزواج المسيحي؟ الفرض يبقى زوج، يقولوا فلان زوج فلانة. طب زوج حمام متكون من كام حمامة؟ اتنين. الزوج اسمه زوج؟ الله، طب ده انا واحد. قال لك اصله زوجته جواه. فاهمين ازاي؟ والاتنين يبقوا واحد في سر الزيجة، صح ولا لا؟ او ده المعنى الحقيقي لسر الزيجة. الزوج يبقى اتنين، هو يبقى هو مسافر ممكن في اوروبا او امريكا بس زوجته جوه قلبه وهي في مصر. الزوج يبقى واحد والاتنين يبقى واحد.